غدة البروستاتا أو البروستيت جلاند هي أكبر غدة ملحقة في الجهاز التناسلي الذكري. بتفرز سائل كلوي رقيق بيشكل جزء من السائل المنوي. بتقع البروستيت جلاند أسفل البلادر وبتحيط بقناة مجرى البول، فبيطلق على الجزء المحيط به اسم بروستاتيك يوريثرا. البروستيت جلاند بيبقى لها قاعدة أو بيز مجاورة لعنق المثانة، ولها قمة أو إبكس متصلة بالبرينيال ميمبرين. بتتكون البروستيت جلاند من نسيج غدي ونسيج عضلي ليفي ومحاطة بكبسولة مركبة من الكلاجين والإلاستين والسموز مسل. بتنقسم البروستيت جلاند إلى فصين جانبيين ليفت ورايت لوبز، وفص في المنتصف ميدل لوب، وجزء أمامي اسمه أنتيريور فايبروماسكولار بورشن. القنوات القذيفة اللي هي إيجاكيولاتوري داكتس، واللي هي عبارة عن امتدادات من السيمينال فيسيكلز، بتهبط لأسفل وتمر خلال المنطقة المركزية للبروستيت جلاند، وبتفتح في البروستاتيك يوريثرا خلال جزء اسمه فيرومونتينم، واللي عبارة عن ميكوزا الفولد، يعني طية مخاطية طولية الشكل، بتكون الليبتيكال سيجمنت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا، واللي بتميز نقطة دخولها واللي بتميز نقطة دخول الإيجاكيولاتوري داكتس إلى اليوريثرا. النسيج الغدي للبروستاتا بيكون تلتين البرانكيمال تيشو، ويمكن تقسيمه إلى مناطق رئيسية وهما السنترال زون والبريفرال زون والترانزيشن زون، بالإضافة لمنطقة رابعة خالية من النسيج الغدي ومكونة من مكونات ليفية وعضلية تسمى Anterior Fibromuscular Stroma. السنترال زون موجود في البيز بين البريفرال والترانزيشن، وبيكون حوالي 25% من الجلاندولار تيشو، والبريفرال زون هي أكبر المناطق لأنها بتكون حوالي 70% من الجلاندولار تيشو، وبتمتد بين البيز لحد الإبكس بمحاذاة السطح الخلفي للغدة. الترانزيشن زون بتكون بس حوالي 5% من الجلاندولار تيشو. والمنطقة الرابعة وهي الأنتيريور فايبر ماسكلر ستروما، ودي مكونة من مكونات ليفية وعضلية بتمتد على الجانبين وللخلف، وبعد كده بتقل في السمك وتكون الكبسولة المحيطة بالبروستاتا.